أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أنا قارئ في المحافل والمناسبات الدينية، مقيم بقرية كفر حجي مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. أنا من سن تقريبا 4 سنين أو 5 سنين وأنا بحفظ القرآن، تميته وأنا في 11 سنة، عندي 11 سنة. طبعا بعد كده بقى بدأت أني أتوجه عشان أخد إجازة على يد مشايخ، وبفضل الله أخذت إجازة في رواية حفص، وبعد ذلك أنا الآن أدرس في علم المقامات. وفي 2015 تقريبا اتجهت بقى أني خلاص مؤهل لقراءة المحافل والمناسبات. طبعا قرأت في عديد من العزاءات، وسافرت يعني في بعض المراكز جنبنا هنا والقاهرة وهكذا يعني. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بميل للشيخ محمد عمران، كان في قرآن أو ابتهال، وأحب وأعشق الشيخ راغب مصطفى غلوش، الشيخ مصطفى إسماعيل. تأثير المشايخ دي عليا بصراحة يعني، أنا لما أسمع واحد زي الشيخ راغب أو هكذا بتمنى أن أكون مكانه، قاعد على الدكة اللي هو قاعد عليها بصراحة يعني، بيكون شعور عظيم. والحاجة التانية أني بحاول يعني أطبق ما يفعل بالكلية، بتعلم منه. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. القرآن كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن هيعلمك حاجات كتير، وهيربيك، وهيفهمك حاجات كتير قوي انت ما كنتش تفهمها، وخصوصا الطفل الذي ينشأ على حفظ القرآن يكون طفلا ليس كثائر الأطفال، يكون طفلا ذكيا ناشئ وتربى في حب الله تعالى، فده حاجة كبيرة قوي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب ربنا وإليك المصير. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. في ناس كده وشها بيطلع نور طول ما انت قاعد بتتفرج. انا مش عايزه التقرير يخلص يعني، انا قاعده بتفرج مع حضراتكم مش عايزه التقرير يخلص. الشاب الجميل الشيخ محمد صلاح في ثالثه ثانوي ازهري يعني، اللهم بارك، ربنا يحميه ويبارك له. شايفين كم الطاقه والنور والبصيره اللي عنده في حياته تعوضه عن فقده لبصره، وده يخلينا يعني دايما. انا بحب اقدم التقارير دي، وطبعا بشكر زمايلي اللي بيساعدونا في ده زي علي عامر واحمد عبده اللي عرفونا على الشيخ محمد صلاح، لان احنا بنقرب من ربنا اكتر من خلال نماذج حقيقيه، بنفهم سر ربنا وحكمه ربنا سبحانه وتعالى في الكون، في الاختلافات، في التنوع في الموجود في البشر ككل، من خلال نماذج حقيقيه بنشوفها مع بعض تقريبا يوميا. ربنا يحفظك يا شيخ محمد ويبارك لك في أسرتك الكريمة، وتحقق كل أحلامك وتصل لكل اللي نفسك تصل إليه بنور القرآن الكريم.